هو ايه موضوع الـ SVP وازاي ممكن يكون ليه تأثير على السوق الفترة الجاية؟ وليه انهيار البنك ده عمل ضجة جامدة في السوق أدت لتراجع البورصة الأمريكية يوم الجمعة؟ ومن وراها باقي بورصات العالم؟ وكمان يحصل تسونامي لأسهم البنوك بالتحديد. سيليكون فالي بنك أو الـ SVP ده بنك تجاري أمريكي في سانتا كلارا في ولاية كاليفورنيا، وبيعتبر واحد من أكبر 20 بنك في الولايات المتحدة لغاية تاريخ إغلاقه في 10 مارس 2023 بإجمالي أصول بلغت 209 مليار دولار أمريكي. البنك ده بيقدم الخدمات المصرفية والبنكية الاعتيادية، وإن كان بيركز في نشاطه على الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا نظراً لتواجده في سيليكون فالي. اللي حصل إن البنك ده عنده سيولة مالية من إيداعات العملاء، ودي حاجة طبيعية. لو الإيداعات دي لم يتم استثمارها فالبنك هيخسر. طب والحل؟ يبقى البنك لازم يعيد استثمار الفلوس دي، إما إنه يسلفها لشركات تانية أو يستثمرها بنفسه. وغالباً البنوك بتلجأ للسندات الحكومية على أساس إنها مضمونة، ومع ارتفاع الفايدة الفترة اللي فاتت كان الطبيعي إن البنوك تشتري سندات حكومية وتبقى بتحقق عائد كويس، وخاصة إنها ريسك فري، يعني الأمور تمام والدنيا ماشية كويس. أمال إيه اللي حصل؟ اللي حصل إنه مع ارتفاع الفايدة مرة ورا التانية أسعار السندات نفسها بتنزل، يعني قيمة الأصل بتقل، لأن العلاقة بين أسعار الفايدة والسندات عكسية، ترتفع الفايدة قيمة السندات تقل، والعكس صحيح. وبالتالي كل ما الفيدرالي كان بيرفع الفايدة قيمة سندات الشركة وأصولها بتنخفض. الأسبوع اللي فات البنك احتاج سيولة، وعشان يوفرها باع أسهم بخسارة عشان يوفر كاش، وأعلن إنه هيبيع تاني بخسارة 2.25 مليار دولار. ومن هنا بدأ الخوف وابتدى المودعين في سحب أموالهم عشان يكونوا في الضمان. ومن الطبيعي إن البنك مش هيقدر يوفر سيولة حاليا لكل العملاء، وبالتالي تحصل الأزمة. وعشان كده ابتدت تطلع تقارير اقتصادية بتقول للفيدرالي الأمريكي ده جرس إنذار لنتائج رفع الفايدة بشكل متواصل، وده ممكن يكون عامل مهم جدا في قرار الفيدرالي في اجتماعه اللي جاي بخصوص رفع معدلات الفايدة. طيب احنا هنا في كندا ممكن نتأثر؟ طبعا ممكن نتأثر، لأن قرار رفع الفايدة في أمريكا ليه تأثير مباشر علينا، وده اللي هنستناه في اجتماع الفيدرالي الأمريكي اللي جاي يوم 20 و21 مارس. وفي الآخر كده في كم معلومة غريبة ظهرت آخر كم ساعة، ومنها أن مجلة فوربس الاقتصادية احتفلت يوم 6 مارس يعني قبل 4 أيام من انهيار البنك بتصنيف البنك على أنه أفضل البنوك الأمريكية للعام الخامس على التوالي. والأغرب بقى أن إدارة البنك صرفوا المكافآت والبونص لكل الموظفين يوم الجمعة قبل إغلاق البنك. ومن الطريف كمان أن جوزيف جنتل المدير الإداري الأول لبنك SVP كان المدير المالي لبنك ليمان براذرز اللي انهار في 2008. والأغرب بقى إن الرئيس التنفيذي جورج بيكر والمدير المالي دانيال باك وكبير مسؤولي التسويق بالبنك باعوا أسهم بأكتر من 4 مليون دولار قبل انهيار البنك بأسبوعين. يعني من الآخر كده عشان نلخص الموضوع، إذا حصل أي انكشاف أو أي تأثير في البنوك هناك في أمريكا فده هيأثر على القطاع المصرفي هنا في كندا. إذا كان عندكم أي أسئلة أو أي استفسارات خاصة بقطاع العقارات التجارية أو السكنية في كندا أونتاريو، ياريت ما تترددوش أنكم تتواصلوا معي. كنت معاكم في الفيديو النهاردة دينا الغندور Real Estate Broker.